اهلا بالغزلان ديالي، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده، ودائما البنات تكونوا طب طب طب. انا جيت وجبت لي معكم الجديد، ما جيتش بيدي خاويه. ولكن قبل ما نهضر في صلب الموضوع او نبارطاجي معكم داكشي اللي عندي، جيت البنات بغيت نقول لكم راه كاينه واحد الاخت الاسم ديالها فاتحه. هاد السيده البنات كتبيع الحوت، الحوت اللي طري. ما نقولش لكم عندها الحوت الله يعمر ليه الدار. يا الحوت الله يعمر لي الدار، وهي الله يعمر ليها الدار. بصراحة عند الحوت اللي غزال وزوين، كتصوب داكشي كلشي منقي مصاوب مقاد. يعني الا بغيتو تفرحوا امينتكم، بغيتو تفرحوا شي حد من عائلتكم، حتى الا بغى شي حد يدير اجر شي حد محتاج مسكين ولا شي حاجه، فتعيطوا الاخت فاتحه ديروا لا كوموند، وهي كديها حتى لعندك داك الشخص ولا حتى لداركم. الحوت البنات كما قلت لكم مقاد ومصوب ومنقي، مع انكم غير كتهزوه و كتقليو. المهم غادي نخلي لكم الرابط ديالها، ديال الانستغرام ديالها هنا الفوق، دخلوا عندها. راه انسانه معقوله الله يعمر لها الدار، حلوه مصوابه. كنتمنى انكم تدعموها وتساعدوها، لان بصراحه محتاجه الدعم. ماشي اي واحد يجي البنات، سيختو تكون مراه وتخدم المهنه ديال الراجل، يعني ديال الحوت، راه ماشي سهله البنات. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. دابا غادي ندخل في صلب الموضوع. جبت لكم هميزات، هميزات اللي هما واعرين، هميزات اللي هما غزالين، كنتمنى انهم يعجبوكم. كنت قلت لكم البنات بلي انا راني بديت في واحد المشروع. وحاجه واحده بغيت نقول لكم البنات، كنت قلت لكم الانستغرام ديال المشروع، انستغرام البنات ديال المشروع نساو حاليا، ما تدخلوش ليه. راه هو اللي قلت لكم فيه بوتيك مريم غزال ولا بوتيك 133، هذا البنات ما تدخلوش له. وعندي فيه شي مشكل ما عرفتش شنو، حاليا خليته. البنات كيقدروا يدخلوا ليه، ولكن من الاحسن ما تدخلوش حاليا، دخلوا غير الانستغرام ديالي العادي اللي معروف مريم تيغي غزال، هذاك هو اللي تدخلوا ليه. نخلي لكم الرابط ديالو حتى هو هنا الفوق. دابا غادي نجيوريكم الهميزات. اول ميزه عندي البنات كما قلت لكم، نهضر لكم على لي بيجو، يعني على المجوهرات. المجوهرات البنات، الحاجه اللي بغيت نقول لكم راهم اسيغون اوكسيدابل، يعني بحالهم بحال الذهب البنات، ما كيبيضوا ما كيكحلوا ما كيصفر وما كيبقاو صفرين، يعني ما كيكشفوا ما حتى شي حاجه، كيبقاو زوينين كما كانوا، ما كيتحركوش من بلايصهم. حاجه اللي هي زوينه هذا البغاسلي البنات، ها هو الا قلت لكم حتى هو مده وهو عندي، كنعوم به، كندير فيه الصابون، ما نقولش لكم، ما كيبقى دائما لاصق ليا في يدي. ها هو ما تبدل لونه ما حتى شي حاجه. كما قلت لكم انا قبل ما كانش شي حاجه الا وانني جربتها. ما الحوايج بحال هكا، يعني اسيغون اوكسيدابل، ما نقولش لكم بحالهم بحال بلاكيور، كيبقاو ما كيتحركوش. حاجه وحده اللي خاصكم تردو، خاصكم تردو البال غير الحجيرات بحال هكا. راكم عارفين الحجيرات واخا كيكون كاع ذهب، الا كنتو دائما ما كتردوش البال، راه حجر حتى من الخاتم ديال الذهب ولا من اي حاجه ديال الذهب راه كيطيح. دابا غنبدا لكم اول حاجه عندي البنات، هادي شوفوها، هاد السنيسله ديال القفل والمفتاح ديالها، ها هي شتو كتجي في العنيق. زوينه، قرب لكم هنا تشوفوا. هادي البنات، هادي كنبيعها كندير ليها 10 اورو. بالنسبه للثمن غادي نقول لكم دابا الثمن، ولكن الا دخلتوا الانستغرام ديالي راه كاينه الاسمنه كامله، خصوصا دابا البنات حيت يلا بديت هذا المشروع، درت لكم يعني تخفيضات، منقصه الثمن بزاف 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 بصراحه. كذب على الله، رغم انني شويه ضايعه فيه، ولكن قلت ماشي مشكل نقص الثمن. كما عارفين ضروري الواحد ملي كيبدا في شي مشروع خاص ضروري ينقص شويه الثمن في الاول، باش زعما يجيب الكليان، هادشي اللي كاين. وانا على قبلكم حاولت انني نقص الثمن. كما قلت لكم ها هو زويون صراحه، عجبني بزاف، خصوصا اللي بغيتو حتى انكم تزيروه كثر راه تزيروه انتم، شو اللي بغيتو تزيروه تزيروه. هاد السنيسله البنات انا جربتها، يعني نعس بها نعوم بها وكل شيء، هي ما كتحركش من البلاصه ديالتها. هاد الحلقات البنات ها هما، حتى هما بالحجرات نفس الشكل، حتى هما ما كيكشفوا ما حتى شي حاجه. هادو دايره ليهم يعني 5 اورو هما. ودابا غادي نوريكم الطقم واحد اخر اللي عندي، هاد البيغور اللي غنوريكم، او هاد لونسومبل البنات اللي غنوريكم دابا. الاثمنه ديالتهم دايره غير 11 اورو، راه قلت لكم راني دايره لكم تخفيضات، يعني نازله بزاف. وحاجه اللي هي زوينه بلاتي سمحوا لي نحيد هذه بعدا، مابغاش تحيد ليا من عنقي، بغات تبقى معايا. والطقم الثاني او لونسومبل الثاني البنات، وهو هذا اللي دايره هنايا في العنق ديالي
انتما نقرب لكم باش تشوفوا. شوف الشكل ديالو كي كيجي. كنعتذر مع الضو ما كيبانش مزيان. انتما الشكل ديالو هو اللي زوين، والحلقات ديالو فهما هادو صغيورين وحلوين، يعني حتى هادو ديال يعني ديال ديما تخرجوا بهم، ماشي ضروري تكون شي مناسبه. صراحة انا عجبوني شيك كيجي، يعني كيجي زوين. كنتمنى انكم تقولي الراي ديالكم. هذا داير 11 اورو البنات. غندوز لكم الطقم الاخر، غنضطر انني كنحبس باش يلاه لقيت اللي نلبس، وهادي باش ما يجيبكمش الفيديو طويل. المهم البنات قبل ما نبدا نهضر لكم على هذا الطقم. بالنسبه للطقم الاول اللي وريتكم ما تمشوش غفلان، هذاك ماشي طقم، قلت لكم طقم هذاك ماشي طقم البنات، هذا غير كل حاجه كانت بوحدها. الطقم اللي وريتكم هو الطقم الثاني وهذا الطقم، اما الاول يلاه بديت هذاك غير كل حاجه كانت بوحدها، يعني السنيسله بوحدها، الطوينغات كانوا بوحدهم، وهذا لي براسلي حتى هو راه بوحده صافي. هذا الطقم المهم نبداو لكم في هذا الطقم. هذا الاسم ديالو طقم دبي، شوفوا شفتوا هذا غزال البنات زويون، والحلقات ديالو هما هادو شوفوا كي دايرين غزالين صراحه، عجبوني انا بزاف. شو الشكل ديالو كيجي فنيون هنايا، خصوصا ملي كتلبسوا معاه النوار ولا شي حاجه يعني كيبان واعر. هذا حتى هو كما قلت لكم داير سميتو 11 اورو، وديك الساعه هذا الطقم الاول والطقم الثاني يعني فيهم غير طوينغات وسنيسله صافي. بالنسبه لبغاسلي ما كاينش، ولكن نتوما تقدروا ديروا اي بغاسلي يبان لكم شويه زويوان، يعني يكون كيتمشى تقريبا معاه تقدروا ديروه، ماشي ضروري يكون معاه. كاين عندي شي وحدين فيهم لبغاسلي، يعني كاين ثلاثه فيهم ثلاثه بياسات، وكاين فيهم غير جوج بياسات. نعاود نوريكم انتوما وسنيسله، نعاود نقرب. من بعد الغزلان ديالي ندوزو للطقم الاخر، هو هذا. هاد الطقم البنات سميتو غوما، شفتو فيه الاحرف هنايا الكحل، وفيه كريستو هنا، و الطوينغات ديالو فهما هادو. ما عرفتش كيبان لكم ولا لا، هنايا ما كاينش الشعر، يعني زويون البنات هاد الطقم. هاد الطقم البنات حتى هو 11 اورو، وعندي حتى لي بغاسلي، ولكن لي بغاسلي ما داخلينش في هاد الثمن. لي بغاسلي يعني الثمن ديالهم بوحدو، غادي نوريكم الاسمنه ديال لي بغاسلي. يعني هذا هاد الطقم اللي بغيتو ديروا مع هاد لي بغاسلي حتى هما لي بغاسلي سميتهم غوما. بلاتي غنبداو باول بغاسلي. كاين هاد البغاسلي البنات، ها هو شفتوا الشكل ديالو، غادي نديرو لكم باش تشوفوا. هذا البنات كيتحلى من هنايا من الفوق، شي يعني واخا شي وحده تكون يديها شويه عويمره تقدر ديرو. هانتوما شو كي كيجي، كيجي زويون هانتوما. يعني الشكل ديالو كيجي اوغزال في اليد، انا يدي واخا هكاك راها ضعيفه البنات. يعني اليد شويه تكون شويه عميمره غيبان فيها زويون انتوما. بصراحه اعجبني بزاف، وغزال غزال غزال غزال. هاد لي بغاسلي البنات داير 11 اورو هذا، المهم هاد الطقم 11 اورو وهذا حتى هو 11 اورو. غنوريكم الطقم الطقم غادي نوريكم البغاسلي الثاني اللي حتى هو يقدر تلبس معاه ويقدر حتى هو يجي زوين. كاين هو هذا حتى هو سميتو غوما، نفس الاسم كيتحل حتى هو من هنا. شوف الشكل ديالو كيهبل زويون، كيشوف الشده ديال الليد
كما نقول لكم بنات ونعاود يعني هذا الشيء راه ما كيكشف ما حتى شي حاجه كيبقى هو هو. شتو انتما جاوتها مع الطوين هالحلقات هذا حتى هو 11 اورو الثمن ديالو. كنحاول نبقى نقرب لكم هكا باش يبان لكم يعني سلعه زويونه. غادي ندوزو وحدين اخرين يعني نفس الاسم غوما غير هما شويه مبدلين على هذا اللي وريتكم. هذا غادي نوريه لكم وهذا الثمن ديال بالنسبه للثمن ديالو البنات هذا 12 اورو اهو. شو كي كيدير شو كي دايره البنات هذا كيهبل هذا غادي نديرو حتى هو في ايدي باش يبان لكم احسن. هذا كيتحل من هنا من الجناب من هنا كنظن بلاتي من هنا يعني من الجناب نديرو بحال هكا فان اهو شفتو فيه هنا داك الكريستو يعني الحجيرات زويونين كيجي حلو في الايد. المهم البنات بالنسبه للانصوب اللي وريتكم على هذا اولا هذا اللي كنت وريتكم شفتوا فالبغاسلي ديالو يقدر يجي هذا هذا ماشي معاه البغاسلي ولكن يقدر يتلبس معاه لانه تقريبا بحاله انتوما هو في هذا هنايا في الابيض يعني بحالو بحال هذا. هذا البنات داير 11 اورو غنلبسو لكم تشوفوا كيتحل حتى هو من هنا انتوما كاين الشعاع ديال الضو مع الشعاع الضو ما كيبانش مزيان شتو الشكل ديالو كي داير غزال البنات غزال هكا كيبان لكم وهادي ها هي معاه يعني تقدروا تلبسوها معاه اونصومبل هذيك الساعه نتوما والاذواق ديالكم يعني تقدروا حاجه تلبسوها مع حاجه كتجي اونصومبل كتجي زويونه. اشنو كاين شنو غنوريكم واحد اخر شنو غنوريكم شنو غنوريكم غادي نوريكم واحد الطقم حتى هو اللي هو زويون نمشي نحيد هذا عليا وانا معاكم انا رجعت لكم غزلان ديالي. المهم دابا غادي ندوزو للطقم الاخر او البيغور او لونسومبل اللي بغيتو حبيتو انكم تقولوا وهذا هذا الطقم كيقولوا له اوريون يعني اوريونتال وهذا الطقم البنات الثمن ديالو وهو 13 اورو بصراحه غزال وزوين. ها هما البوكل دوغاي ديالهم بان لكم صغيورين. وبالنسبه للبغاسلي غادي نوريكم البغاسليات اللي عندي اللي تقدروا تلبسوهم معاهم. كنعتذر راه كاينين الاشغال كما كنت قلت لكم كاين اشغال باقي عندنا دابا هما بداو. نبداو بهذا البغاسلي البنات شوفوا الشكل ديالو زويون هذا تقدروا حتى هو تلبسوه معاه حيت فيه الحجيرات يعني الكريستو. هذا الثمن ديالو كنظن يمكن 11 بلاش نتاكد لكم الثمن ديالو كنظن يمكن 11 ما متاكداش. المهم
يعني واخا انني نكون غلطت البنات في الثمن، فإلا دخلتوا الانستغرام فالاسمنه هي هذيك لا 12، داكشي على جاب لي الله راني غلطت الثمن. هذا الثمن ديالو هو 12، شفتوا كي جا الشكل ديالو زويون. لكم عاوتاني بغاسلي اخر اللي تقدروا تلبسوا معاه، تقدروا في نفس الوقت تلبسوا معاه هذا ديال غومان البنات، شفتوا تقدروا تلبسوا معاه البنات هذا هو، شفتوا الشكل ديالو كيجي حتى هو يجي زوين، نلبسوا لكم حتى هو. الشكل ديالو يعني غزال، وتقدروا تلبسوا معاه عاوتاني واحد البغاسلي اللي حمقني 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 بزاف. هذا البنات الثمن ديالو 13 اورو، هذا 13 اورو، هذا الثاني، هذا قلت لكم 12 وهذا 13، وهذا ها هو. شوفوا هذا زويون البنات، ها هو غزال، كيبانش لكم الحجيرات؟ هانتوما حتى كيبان لكم الحجيرات، شفتوا هانتوما مع الشعر كيبانش مزيان. غنلبسو لكم، غنشوف هذا الثمن ديالو حتى هو. صعيب صعيب عليا انني نعقل على الاسمنه كامله، راكم عارفين الواحد اللي كيكون يلاه بادي ماشي سهل انك تعقل على الاسمنه كامله. هذا 13 اورو البنات، كما قلت لكم في حاله الا غلطت ولا شي حاجه فالانستغرام فيه كاع الاسمنه، ما عندكمش مناش ديروا. هذا البنات شوف كي كيجي حتى هو كيجي فن، هذا غليظ شفتوا كي داير من هنا غليظ، هذا عجبني بزاف. للاسف هذا ما جبتش منه بزاف، ديجا طاروا منه ربعه، بقاو ليا منه جوج، شفتوا انتم يعني كندير لكم هكا هكا باش كيبان لكم داكشي زويون. او شنو بغيت نقول لكم عاوتاني، شنو بغيت نوريكم حاجه وحده البنات قبل، بغيت نوريكم بالنسبه لهذا كي كيتحل، او كاينين شي وحدين اللي كيتحلوا من الجناب، نوريكم كيفاش تحلوا، حقاش انا براسي لقيت شويه صعوبه باش نحلهم، ولكن من بعد عرفت التقنيه. شفتوا ملي كتجيو كتشوفوا بعدا الجهه اللي كيتحل منها، بحال دابا هذا من هنا كيتحل من هذه الجهه، هذه لا هذه راس يعني بلاصه اللي شاده هذا مع هذا، وهذه هي اللي باش كيتحل، كتجيو هذه البلاصه هذه، سمحوا لي هذه البلاصه هذه كتورقوا عليها تنزلوها. شفتوا غنوريكم هاد البلاصه كتورقوا عليها بحال هكا صافي، ها هو كيتحل يعني كيتسد بحال هكا، شفتوا هاك كتورقوا على هذا وكديروا له هاك، غير باش البنات بحال هكا الا بغاو يحلوا يعرفوا ما يوحلوش. هذا حتى هو بحالو كتوركي علينا، هذا دغيا كيتحلو حيت رقيق دغيا كيتحل، وهذا حتى هو هكا دغيا كيتحل. صراحه كيهبلوا نتوما، دابا البنات غادي نوريكم الطقم الاخر، وهذا يعني واحد لو كور مع الكريستو، شفتوا كي كيجي كيف لكم زويون، السلسله ديالته كتسد على هذا الشكل بحال هكا، والحلقات ديالو هما هادو تقليبات. وبالنسبه هذا كيتكون من ثلاثه البياسات، يعني ها هو هذا البغاسلي ديالو البنات، هو كيتسد من هنايا بحال هكا، شتي البغاسلي ديالو يعني زويون، هذا كيدير 13 اورو. اما بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على ليفريزون كيف كتكون، فليفريزون البنات انا كنصيفط الاوروب كامل، يعني بيان سور فرنسا طاليان اسبانيا، يعني ليفريزون كامله، ومن بعد
بان لي واحد الخدام نقز لي هنايا الطومبلاتي. ايوا هانتوما سد عليا الفدريش بقى كيبان والو البنات. سد عليا الفدريش قال لي ضروري خصو يسد باغي يدير كوش عاوتاني. شنو غادي ندير دابا؟ غادي تصبروا ليا نشعل الضو نشوف واش غادي يقضي لنا الضو ولا لا. كنعتذر منكم غادي نضطر انني نكمل بحال هكا لحقاش عندي هذاك غين لايت يعني هذاك اللي كندير به الاضاءه في البيت في النعس معتي ما نقدرش ندخل ولكن صافي كنظن هكا احسن. المهم كتشوفوني. دابا غادي نقول لكم بالنسبه فاش كنا كنهضروا بعدا بلي فريزون غادي نعاود لكم حيت مابقيتش عقلت فين كنت كنهضر. بالنسبه لليفريزون البنات فانا كندير ليفريزون يعني في اوروب كامل فرنسا طاليان اسبانيا ايطاليا في هادو كاملين كنديرها. وبالنسبه لا دغنيغ فوا درت كوموند فرنسا في ليون مدينه ليون يعني ليفريزون يعني فري دو بور تقريبا ديك 6 اورو و35 سنتيم ما كانتش غاليه يعني كانت رخيصه. من شي واحد كيبغي شي كوموند كيقول لي مريم بحال دابا في المثال بغيتي هذا الطقم كنقول لك الثمن ديالو يعني بحال هذا كيدير 13 اورو كنقول لك 13 اورو وفي نفس الوقت كنقادو كنصوبو وليفريزو يعني الفري دو بور ملي كنمشي لا بوست كيعبروه ليا كيشوفوا شحال فيه واش غايقول لي 6 اورو نخلص ولا 7 اورو على حسب يعني تقول ديال داك الشيء اللي كاين في هذيك لا كوموند صافي. وانايا كنخلص ملي كنخلص كنقول هذاك الشخص هاش كاين واش كاين اش كاين ولا قبل كنقول له شحال الثمن داير وعاد ديك الساعه هو كيخلصني في التوتال كامل هذا الشيء اللي كاين. انا ما عرفتش واش نقدر واش داك الشخص يقدر هو يخلص لي فري دو بور هو يعني انا نصيفط الكليه ولكن هو اللي خلص لي فري دو بور خاصني نسول عليها حيت هذه ما عرفهاش غنسول عليها ونقولها لكم. اما بالنسبه للمغرب فالمغرب شويه قضيته صعيبه لان تقريبا غتجي غاليه شويه بالنسبه لذاك الشخص غتجي غاليه. الا كنتو انكم باغين تخلصوا واخا شويه غاليه فما كاين مشكل انا ما عليا غير نصيفط لكم وصافي ولكن شويه غاليه بحال دابا لا كوموند اللي صيفطت للبنت اللي كاينه في هذه فرنسا خلصت عليها 6 اورو 35 سنتيم نفس العبار يعني نفس لا كوموند قلت له عافاك عبر ليا في حاله لبغيت نصيفطها للمغرب شحال تجيني قال لي 18 اورو يعني شفتوا الفرق فرق بزاف. اما في اوروبا فكندور اوروبا تقريبا كلها ما كاينش لي بري غتكون زايده غير ديك شي سنتيمات ولا تكون زايده شي اورو ولا بحال هكا المهم ما غاديش تكون اكثر صافي. هادشي اللي كاين البنات. مهم بالنسبه شنو بغيت ندير لكم عرفتوا واش غادي نحبس معكم هنايا كنظن غنحبس معكم هنا لان دابا منين نسدو ما غاديش يبان لنا الضو. غادي نقول لكم دابا السلام عليكم تهلاو في ريوسكم الى عجبكم لي بيجو فكنتمنى انكم اول حاجه تبارطاجيو لا فيديو وتشاركوه مع الناس والاحباب وديروا ليا لي لايك لانكم البنات كتنساو ليا لي لايك بزاف. دخلوا ليا لي كومونتير او عندكم شي سؤال ولا اي حاجه بالنسبه لبيجو فدخلوا عندي وانا غادي نجاوبكم بكل سرور. بالنسبه للاثمنه كنقول لكم اثمنه دائما في انستغرام وبالنسبه للانستغرام غادي نخلي لكم كنظن نخلي لكم دابا من الاول فيديو حتى الاخر فيديو الانستغرام ديالي مريم تيغي غازال هكا باش يبقى لكم تحفظوه. نقول لكم السلام عليكم تهلاو في ريوسكم كنموس كنحماق عليكم الغزلان ديالي وكنتمنى انكم تشجعوني وتمنوا لي التوفيق 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 في هذا المشروع كنموس كنحماق عليكم باي باي.